أخوات والإخوة الأعزاء، مساء الخير. يروج في الشبكات الاجتماعية منذ صباح هذا اليوم واحد النص، مشروع قانون كيتعلق بالشبكات الاجتماعية. هذا المشروع هذا منسوب بالطبع للحكومة، يبدو أنه مسرب من قبل وسط من الأوساط الحكومية في الوقت اللي حسب ما صرح لي السيد رئيس الحكومة، في الوقت اللي هذا النص باقي ما ولا رسمي، باقي ما تمت المصادقة عليه النهائية. كانت عليه مصادقة مبدئية ولكن هناك لجنة وزارية باقي كتشتغل عليه. ولن كون أنه يتم هذا التصريف في هذه الأجواء ديال الوحدة الوطنية وديال التعبئة الشاملة، مسألة غير مسؤولة تماما. إذا كانت الحكومة عندها مشاكل بالنسبة لتماسكها وللأطراف المختلفة اللي مكونها، فتعالجها بشكل آخر، ماشي في هذا الوقت ديال محاربة جائحة الكورونا اللي احنا محتاجين إلى هاد نقوي وهاد التماسك ونقوي وهاد الوحدة الوطنية، نصفيو الحسابات بهذه الطريقة ونشعلوا النار في الشبكات الاجتماعية بنص من هذا النوع. ثانيا ماشي وقته تماما ابدا ان اليوم نزلوا بنص من هذا النوع اللي كيطرح مشاكل اساسيه في الصيغه اللي قريناها مرتبطه بممارسه الحريات، وثالثا بالطبع اذا ثبت غدا ان هذا النص هو النص النهائي بالنسبه لنا في حزب التقدم المشتركيه، ما يمكننا الا نعرضه بشده ونعملوا كل ما في وسعنا من اجل مراجعه المواد بالخصوص اللي حقيقه لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ننشده.